نطمن بشكل اكبر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان. يا شريف مساء الخير عليك ولكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان. طمنا يا شريف على استعدادات النادي الاهلي واخر اخبار المران النهارده بالنسبه للفريق. خليني اقول لك واستعير كلمه المعلق الشهير الكابتن ميمي الشربيني، النهارده اشغال كرويه شق النهارده قياسات حدث ولا حرج. يعني يمكن تقسيم المثل الترتي او المدرب الاحمال كان عريس يقسم الفريق لمجموعتين، مجموعه عملت قياسات يمكن حوالي 40